كل مناسبة عيد سيفه وأنتم بألف خير، وخاصة أنا أوجه كلامي لكل من ينتسب إلى مجلس كنائس الشرق الأوسط، ولي أنا كمطران في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المقدسة هي عضو عامل وفعال بهذا المجلس المبارك. قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الجالس سعيدا على كرسي أنطاكيا لهالكنيسة الأرثوذكسية العريقة في إيمانا وجذورا وأباء بعام تقريبا 2014-2015 لما أعلن برئاسته للسنودس السرياني الأنطاكي المقدس أن يخصص 15 من شهر حزيران من كل سنة كعيد رسمي تستذكر فيه الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المقدسة هذا العيد، وأطلق نداء وعنوان لهال الذكرى المأساوية والمؤلمة لكي ما ننسى أو لئلا ننسى، حتى دائما نستذكر هالآلام هالمجازر هالتضحيات هالمعاناة هالاضطهادات لشعبنا العزل والآمن والمسالم اللي ذاق الأمرين واللي اضطهد وعذب فقط من أجل مسيحيته ومن أجل إيمانه. أكيد كلمة لئلا ننسى ما هي وليدة لا كره ولا بغض، لأنه نحن كمسيحيين أبعد ما نكون على هل الدوافع والمشاعر، لأن ديننا هو دين إيمان ومحبة وسلام، وحاشا أنه نحن نطلب الانتقام من خلال هذا الشيء، لكن نحن نعيد الذكرى في كل سنة ونستذكر هالآلام وهالمجازر حتى تكون سبب كعبرة لمن اعتبر، وحتى نحن نمنع قدر الإمكان أن تعاد هكذا مجازر، وليس هناك من حسيب ولا من رقيب لأن التاريخ لا يرحم. فهي نداء ومحاولة قدر الإمكان نستذكرها لئلا تعاد مرتان، وأكيد نأخذ منها العبر كالعادة، نأخذ منها العبر لأنه كل تاريخ وكل حدث تم أكيد له دوافعه وله أغلاطه وله أهدافه، فأكيد كمان نتعلم كيف أنه مثل ما ربنا قال كونوا كما كالأفاعي، ونحن كمان كمسيحيين كحملان في بحر هذا العالم اللي هو أشبه بالذئاب الخاطفة علينا كمان ناخذ العبر ونكون حكماء في معاملاتنا وفي تعاملنا مع العالم اللي حولنا. آخر شيء كمان اللي هي كمان أشوفها هي شهادة للحق وللحقيقة، لأنه نحن كمان كمسيحيين نتخذ من هالشهداء الذين قتلوا فقط لأنهم مسيحيين حافظوا على إيماناً حافظوا على مبادئاً ولم يفضلوا الحياة، لا بل فضلوا الموت في سبيل أن يبقوا محافظين على إيمانه. لذلك هذا كمان هو تعليم ودرس مفروض ما ننساه كلتنا، خاصة بهالأيام الصعبة اللي كلمة الحق والحقيقة والمبدأ والأخلاق صاروا يعني ناذرين. لذلك أكيد ناخذن قدوة ومثل إن في دفاع عن إيمان ومبادئ وأخلاق. لذلك كل عام وأنتم بخير، كل عيد سيفه وأنتم بخير، وإن شاء الله بلادنا وأوطاننا تكون دائما محمية ومباركة، وهيك نطلب نعمة ربنا تحمينا من كل أذية ومن كل شر. وأكيد بهالأيام الصعبة نذكر كمان غزة وكل كمان اللي هلأ عم يعني ينالوا مما ينالوه كنصيب مثل ما آبائنا اللي ينالوه في مجازر السيفه، فنطلب لهم كمان هيك الصبر والسلوان، وربنا هو يعني ينير عقول كل المسؤولين حتى يكونوا سبب في الحد من معاناة هالشعوب المضطهدة. أكيد هذا المجلس المبارك هو يضم
كل هالكنائس الشقيقة اللي ما راح أذكرها وحدة بوحدة، والكنيستي كمان تعد من الأعضاء العاملة والمؤسسة لهذا المجلس. لذلك نحن فخورين بعمله، وخاصة هلأ القائم على رأسه اللي هو الدكتور ميشيل عبس كالأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اللي بالحقيقة عم يقوم بدور فعال ومثمر. عم نشوفه على وسائل التواصل كيف بهالمحاضرات وبهاللقاءات وبهالندوات وبهالعلاقات الطيبة كمان مع كل رؤساء الطوائف وكل من هو في مسؤول في هال في كنيسته أو في يعني جمعيته أو في المكان أو الناحية اللي هو عم يمثلها. لذلك نطلب له أكيد دوام الاستمرارية، لأنه هو هالجمعية أو هالمجمع اللي يمثل المسيحيين واللي يركز صوت المسيحيين لإعلان صوت الحق، لأنه نحن كمسيحيين ضروري يكون متحدين، يكون عنا كمان رأي واحد وصوت واحد حتى فينا نحن نعلي الصوت، وهذا الصوت يعني يكون مثمر ويكون فعال. لذلك هذا المجمع أو هالمجلس هو عزيز على قلوبنا، لا بل له دور كتير فعال خاصة بهالظروف الصعبة. فأكيد ربنا يبارك فيه وبالأمين العام القائم على رأسه وبكل الأعضاء المشاركين، لأنه أكيد كلتنا بدنا نشترك كل واحد بدوره كل واحد بعمله لتتميم يعني مشيئة ربنا ورسالة ربنا اللي هي نشر الكرازة والإيمان والمسيحية وإعلان السلام والأمن في كل مكان. شكرا، وكل عيد سيفو وأنتم بألف خير.